صور ومشاهد مباشرة من عمليات النزوح للمواطنين من ضاحية بيروت. إذن بعد هذا الإنذار الذي أطلقه أفخاي أدرع المسؤول في الجيش الإسرائيلي وتحدث عن أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال يجب الابتعاد عنها على الأقل ب 500 متر، وهو أشار إلى أحياء عديدة تحدث عنها وطلب من السكان بالإنصات لهذا التحذير بشكل جدي وإخلاء هذه الأماكن، من بينها حي الليلكي، مبنى منير شديد، حي الحدث، مبنى شيت، وأيضا مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة لكل هذه الأحياء. وقال بأنه يجب إذن إخلاء هذه المناطق فورا، وطلب إذن من لنستمع إلى الصوت الحي للفيديو. في خواتين أصوركم بوقت كتير غلط بعرف، بس هيك العالم عم تركض هلأ بالليلة كي هلأ العالم عم تهرب. في خواتين يعني صار في خواتين. أصوركم بوقت كتير غلط بعرف، بس هيك العالم عم تركض هلأ بالليلة كي هلأ العالم عم تهرب. إذن مشاهدينا حالة من الهلع واستنفار كبير، وإذن فرار المدنيين ونزوحهم إلى مناطق مجهولة على كل هم يهرعون من المناطق التي ذكرها الجيش الإسرائيلي في ضاحية بيروت، تحديدا في أحياء هو سماها وقال بأنه يجب الابتعاد عنها على الأقل ب 500 متر فورا، ودعا كل المدنيين والمواطنين إلى أخذ هذا التحذير برعاية شديدة. إذن مشاهدينا هذه الصور لاستنفار كبير للمواطنين وهم يخرجون من الأحياء التي ذكرها الجيش الإسرائيلي بعد الإنذار الذي أطلقه.